ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا هناك معبودات بالباطل. فلا إله إلا الله تبطل الشرك بجميع أنواعه، ومحمد رسول الله تبطل البدع والخرافات. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله. يا شيخ وضح أكثر. مشرك هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم يعبدون غير الله، فيدعون الموتى، يدعون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وفلان وفلان من الموتى، يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. تناقضوا. ما حكم من فعل ذلك؟ هذا ليس بمسلم، وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، لأن العبرة بالقول والعمل، ليست العبرة بالقول فقط. انتبه انتبه، إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. انتبه، من ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة خلفه. انتبه، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح، فلا تصح جميع الأعمال إلا إذا قام هذا الركن وتحقق. فاعلم أنه لا إله